نبدأ بقى يا كريم، لأن امبارح حصل حاجة يعني أحزنتنا كلنا بصراحة، وكان البرنامج الرئيسي على قناة الأهلي البيت الكبير طبعا اللي بيقدمه كابتن إسلام الشاطر. طبعا لو حضراتكم متابعين الحلقة امبارح ما طلعتش، فناس كتير جدا كانت بتتساءل إيه اللي حصل. اللي حصل إن كابتن إسلام بس يعني ربنا يقومك بالسلامة يا كابتن إسلام، ناس كلها بتحبه وراجل شخصية جميلة جدا، هو يعني أصيب كده بوعكة صحية شديدة شوية بالأمس، وعلى أثرها يعني انتقل ليه المستشفى وربنا يقومه بالسلامه. فعشان كده هو طبعا ما طلعش بالحلقه امبارح. هو كان يعني برده لو هنقول تفاصيل يا كريم ممكن نحكي عن هو كان بيلعب طبعا برده كره مع فريق الشمس. امبارح كان طبعا اكيد موقف مش لطيف وكلنا بنتمنى له السلامه. كان عنده مباراه مع فريق الشمس بالنادي الاهلي، وشعر بعدها باجهاد وضيق تنفس، وطبعا كشف عليه طبيب النادي وامر بسرعه التوجه به لمستشفى المعلمين، وبالفعل توجه للمستشفى وتبين انه لازم يعمل عمليه في اسرع وقت، وبالفعل عمل عمليه قسطره وركب 3 دعامات، وهو حاليا تحت الملاحظه الطبيه لمده 48 ساعه. وطبعا بنقول له كابتن اسلام الشاطر مليون سلامه عليك، وربنا يطمنا عليك ان شاء الله، وان شاء الله تعدي على خير باذن الرحمن.